في عناصر تانية لغرس القيم ولا هم الخمسة دول دول كده فقط؟ ايه اوضح حاجه عشان ما نتوهش دول الناس معايا، ابرز حاجة ابرز نقدر حاجه انا نغرس بيهم مشيتهم القيم. بالترتيب، وفي حاجات تانية كتير. تمام. طيب احنا عايزين برضو نعرف الخطوات الأساسية يعني في تأسيس القيم الاجتماعية للأطفال في سن المراهقة. طيب انا هدي برضو عناصر عشان الناس برضو ايه يعني الدنيا تكون تمام. مترتبه. اول حاجه احنا ختمنا بيها هناك القدوه، هنبدا بيها هنا في الخطوات. انا همشي خطوه خطوه، طبعا كله بادئ من عند الاسره، تمام. هي البدايه، البدايه الاسره. اول حاجه الطفل وهو صغير، حضرتك انا بلاحظ مثلا وانا ماشي في الشارع او في اي مكان دلوقتي، الاولاد بيلعبوا كوره مثلا في النادي في الشارع في اي مكان. الكوره طبعا حضرتك عارف قد ايه أكيد لعبه مسيطرة على مشهوره الأطفال ولعبه المصريين، أطفال العالم لعبه كله. المجتمع العالم كله. فابتدي اشوف الولد بيلعب مثلا يقول لك ايه مش عارف زيدان ميسي شوط مش عارف، يعني بيقلد. هو أيوه شايف ده بالنسبه له ايه؟ كل قدوة. حاجه قدوته. بس مش هينفع هو بيلعب يقول لك دكتور مش عارف مين مهندس مين. انت حتى لما تسأل برضو اي طفل تقول له مثلا قدوتك مين، ما اكيد هيقول لك لاعب كورة، هيقول خلاص ممثل مغني. خلاص اتجه الاتجاه، وده طبعا ايه ممكن يعني نستفيد فيه فيما بعد. الاتجاه كله نحو القدوة، الشيء اللي بيحرك المجتمع دلوقتي. اشخاص شافوا فلان بيكتسب ماديات مش هنقول طبيعية، شيء مبالغ فيه، ومش عارف عربيات وفلوس ايوه والكلام ده فعلا. كله. ما هو ده طب اللي انا ظاهر قدامه. هيصدقني ازاي؟ انا راجل بقول له اطلع مش عارف ايه دكتور مهندس، وهو شايف الوضع بعينه. اصل هو مش ايوه ايوه يعني هو ذكي، هو بيفكر، هو عنده اهتمامات، هو عنده عقل. طبعا احنا اتكلمنا وقلنا ازاي القيم بنكتسبها عن طريق مش عارف ايه الاديان، وعن طريق العقل، ايوه طريق ايوه الضمير. فاحنا لما نتكلم ان العقل موجود يبقى لازم نحترمه، يبقى لازم هنا اول خطوه نقول القدوه. ازاي القدوه؟ انا اول حاجه ببرز لطفلي قدوه. شوف بقى انت عايز تختار له قدوه ايه وعيشه في القدوه ايه، كلمه عنها، خليه في العنصر الثاني بعد ابراز القيمه يهتم ويعجب، هو يكون معجب بالقدوه اللي هو ايه بيتابعها. يعني انا يحضرني يعني موقف هنا بسيط. كنت بشتغل زمان مع مجموعه اطفال في مؤسسه، طفل كان بيحب قدوه معينه، كان واخد قدوه معينه ليه، والقدوه دي انا كنت شايف ان هي ما يعني تنفعوش. سلبيه، حد ما بيأديش اللي احنا عايزينه، حد. فطبعا قعدت اوجهه، فالحمد لله المؤسسه عملت برامج وعملت برنامج معين، واختارت الطفل ده ان هو يكون مقدم للبرنامج ده. تمام. عملت بروجرام معين، البروجرام ده داخل الطفل ده المؤسسة يعني. دخل المؤسسه وابرزت له اشخاص معينه عن طريق بقى اشخاص في التاريخ الاسلامي، واشخاص قدروا ازاي يخترعوا الساعه، قدروا ازاي يخترعوا مش عارف ايه، وابن سينا وابن رشد والكلام ده. يعني انا كنت لسه هسال فعلا حضرتك، اقول لك ازاي ان احنا نخلي برضو ان احنا نحدد له قدوه معينه. هنحدد له قدوه معينه، فحددنا له قدوه معينه، او البرنامج بتاع المؤسسه او اللي انشا البرنامج حدد له قدوه معينه. هو هنا اصلا كان بينفر تماما الناس دي، ما بيحبهمش، ما بيحبه، هو ما يعرفش حاجه عنهم، ما قراش، ما فيش قصه اتحكت له، هو هنا لسه هيتحكي له. فقالوا له حضر انت هنا الشخص اللي ايه القائم انت اللي بهذه هتقدم. الاعمال. اي فبدا يحضر وبدا ايه يستفيد في الموضوع ده. الحمد لله قدر ان هو يفهم ويعرف الدنيا جايه فين ورايحه منين. انا عايز اقول لحضرتك ان هو بعد فتره معينه لما اعد البرنامج ده وبدا يقدمه استفاد جدا، وبقت القدوه اللي عنده اتغيرت من هنا لهنا 180 درجه. ده الايه القدوه. العنصر كده الثالث بقى خلصنا القدوة. خلصنا دي القدوه الخطوة، العنصر الأول كده. أو احنا الخطوة ايه الأولى. الخطوه الاولى قلنا تمام. لا الخطوه الاولى احنا قلنا ايه، قلنا هنبرز له القدوه. القدوة. الخطوه الثانيه قلنا هيخليه يعجب بالقدوه. تمام. الخطوه الثالثه بقى انا هبتدي ايه، هبتدي ادعمه. خلاص انت هنا اعجبته هنا، انا هخليك تحقق إزاي ده، بقى؟ اخليك تحقق ده، تشوف انت